السلام عليكم. مشاورات الكويت تدخل مرحلة تضارب القوى هذا ما تقوله اللحظة الراهنة هناك، في حين قدم وفد الحكومة الشرعية رؤيته للحل السياسي والذي تضمن النقاط الجوهرية للقرار الأممي 2216 وإجراءات بناء الثقة، بينما كانت رؤية تحالف الانقلاب بحسب متابعين تمثل انقلاباً على المرجعية، إذ ركزت على تقاسم السلطة وتكريس الانقلاب، وتجاوزت المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216. والواضح من رؤية تحالف الانقلاب أنها مثلت رؤية مضادة هي امتداد للثورة المضادة والسلطة المضادة لسلطة الدولة الشرعية. تضارب الرؤى ينقل مسألة المشاورات إلى مرحلة الخلافات الجوهرية حول ترتيب نقاط القرار الأممي الذي جاءت رؤية وفد تحالف الانقلاب للانقلاب عليه وعلى النقاط الخمس والمرجعيات. لكن المبعوث الأممي ولد الشيخ في مؤتمر الصحفي ليومنا هذا كان قد أكد بحسب قوله: ما سمعته أن الجميع متفقين على المرجعيات الثلاث الأساسية: المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، القرار الأممي 2216. وأشار ولد الشيخ لأول مرة بشكل لافت إلى تعز، وقال إن رسائل تصله من مواطنين بخصوص ملف تعز وما تعنيه، وأنه يتابع ما يجري هناك بنفسه، كما أشار إلى أن المشاورات دخلت مرحلة جديدة تتمثل في مناقشة الرؤى. إذن إلى أين تتجه مشاورات الكويت بعد الاختلاف الجوهري في مسألة الرؤى؟ وماذا عن رؤية تحالف الانقلاب التي تمثل انقلابا على القرار الأممي ومرجعيات الشرعية؟ وإذا كانت المشاورات من أجل تنفيذ القرار الأممي والنقاط الخمس واضحة الترتيب، فلماذا المراوغة والالتفاف؟ حول هذه الأسئلة سيكون نقاشنا في مسائنا اليمني لهذا اليوم، فدعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. يوم بعد آخر تتسع الهوة بين حلم اليمنيين بالسلام وبين مطامع الانقلاب، إذ تعود المشاورات إلى المربع الصفر بعد تراجع وفد الميليشيا عن الالتزام بالاتفاقات والمبادئ والمرجعيات التي أبرمت برعاية الأمم المتحدة معهم منذ جنيف وبيال. رؤية جديدة تهدم كل ما سبق بناءه قدمها الوفد الانقلابي ووصفها بالإطار العام للحل السياسي والأمني في اليمن. رؤية تضمنت مطالبة بتشكيل حكومة جديدة خاضعة لسلطتهم تشرف على استلام الأسلحة وجعل اتفاق السلم والشراكة أحد مرجعياتها، بمحاولة وصفها مراقبون أنها ليست انقلابا على اتفاقية البنود الخمس والمرجعيات الأساسية بما فيها القرارات الأممية فحسب، بل وشرعنة كاملة للانقلاب. بالمقابل قدم وفد الحكومة الشرعية رؤيته للحل وتتمثل بانسحاب الميليشيا وتسليم الأسلحة للجنة عسكرية يشكلها الرئيس هادي، وفك الحصار عن المدن، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، وتثبيت وقف الأعمال القتالية، وإزالة القيود على حرية التنقل للمواطنين داخليا وخارجيا، والإفراج عن جميع المختطفين ليتم الانتقال إلى متعلقات الدستور والانتخابات وفق الدستور الجديد. أن الحكومة اليمنية قدمت تصورها الخاص بموضوع الترتيبات الأمنية، لا سيما الانسحاب وتسليم السلاح، واليوم قام وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بتسليم ورقة شاملة تحتوي على تصور الوفد لملامح المرحلة المقبلة، وتشتمل على عرض لمقترح خاص بالانسحاب وتسليم السلاح. وبحسب ما أفصح عنه المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فإن الوفدين عرضا تصوراتهما للمرحلة المقبلة في جلسة مشاورات واصفان إياها بالإيجابية، لكن واقع الحال لا ينبئ عن ذلك. نحن نعمل حاليا على وضع إطار استراتيجي عام يشمل مقترحات الفريقين، يبني على القواسم المشتركة لوجهات النظر التي قدمت ويشكل تصورا. إذن رؤى ورؤى مضادة تتسع بينهما جوهر الخلافات وتضيق دائرة الأمل بانفراجة قريبة، فما يحدث يؤسس لقناعة باتت أكثر وضوحا، مفادها أنه لا يمكن صنع سلام في اليمن ما دامت الميليشيا مستمرة بقتل وقصف وحصار المدنيين في تعز والبيضاء، ولا يزال خطرها قائما على اليمنيين.
وكان الوفد الحكومي قد أبلغ سفراء الدول 18 نيته تعليق المشاورات إذا لم تتوقف الخروقات العسكرية خاصة في تعز، ويعتبر ذلك تهديداً جدياً لمحادثات السلام، لكنه لم يفعل ولم تتوقف الميليشيا عن قصف أحياء تعز. مشاهدينا، سيكون معنا لمناقشة هذه الحلقة عبر سكايب الصحفي المرافق للوفد الحكومي من الكويت الأستاذ رشاد الشرعبي. مساء الخير أستاذ رشاد. مساء النور أختي العزيزة وعلى مشاهديك الكرام. مرحبا بك أستاذ رشاد. يعني مشاورات الكويت تدخل مرحلة الرؤية والرؤية المضادة، حدثنا عن ذلك. باعتقادي أن ما حدث اليوم هو إنجاز فقط للمبعوث الأممي، ليس هناك أي إنجاز ممكن أن نتحدث عنه. الرؤية التي قدمها وفد الميليشيا كانت واضحة وصريحة، كانت هي التفاف على قرار مجلس الأمن 2216، كانت تحدي لبيان البيان الرئاسي لمجلس الأمن الأخير، كانت تحدي واضح لمخرجات الحوار الوطني، هي قفز على الواقع إلى موضوع الانتقال السياسي والسلطة التنفيذية، فيما أن من يفترض أن تحكمه هذه السلطة التنفيذية هو لا يزال مختطف منهوب محاصر، الدولة مختطفة ومؤسساتها مختطفة وأراضيها محتلة، الشعب يئن ويتوجع ويعاني من القتل والحصار والاعتقالات والاختطافات، فيما أن هذه الرؤية التي قدمها الوفد الميليشيا الإنقلابية سواء ميليشيا صالح أو الحوثي فيه تجاوز لكل ذلك نحو الحديث عن شيئين أساسيين يتعلق بالسلطة التنفيذية، وهو ما يتعلق بالنقطة الخامسة من النقاط الخمسة التي تحدث عنها قرار مجلس الأمن وتحدث عنها المبعوث الأممي. نعم. والنقطة الثانية هي ما يتعلق بوقف إطلاق النار، وهي من إجراءات بناء الثقة المفترضة. وقف إطلاق النار بمفهوم ميليشيا الحوثي وصالح هو يتعلق فقط في غارات طيران التحالف العربي، لكن ما يتعلق بالقصف الذي يدك مدينة تعز ويقتل أبنائها ويدك البيضاء ويقتل أبناء البيضاء وغيرها، وأيضا مديرية بيحان في شبوة، والصواريخ التي تطلق إلى المأرب والجوف، هذا كله ليس في بالهم، هم في بالهم فقط وقف إطلاق وقف طيران التحالف العربي. نعم. عن التحليق. طيب قبل أن نخوض، نعم أستاذ رشاد، قبل أن نخوض في يعني رؤى كل فريق ويعني وتحليله، بداية يعني هل طرح الرؤى هي آخر المستجدات التي حدثت اليوم أم أن هناك مستجدات أخرى؟ ليس هناك أي جلسة سوى الجلسة التي عقدت صباحا وقدمت فيها الرؤية الخاصة بأنصار الله و أو بالمتمردين عموما الميليشيا الحوثي وصالح، وهي التي أعلن عنها وتكلم عنها مبعوث الأمم المتحدة. هو طبعا مبعوث الأمم المتحدة يتحدث عن نجاحات وإنجازات وتفاؤل، لكن ما هو واضح أن الدخول في التفاصيل هو الذي سيغرق المشاورات بشكل تام. ليس هناك جديد سوى الجلسة التي عقدت ظهرا، فيما أن تصريحات القربي وتصريحات أيضا محمد عبد السلام كلها تؤكد أنهم لن يذهبوا نحو الحل السلمي سواء بتسليم الأسلحة أو بغيرها، وأنهم فقط يريدون السلطة التنفيذية ووقف إطلاق وقف الطيران. نعم. طيب أستاذ رشاد، يعني في حديثه اليوم في المؤتمر الصحفي قال ولد الشيخ في يعني ردا على أحد أسئلة الصحفيين حول أن رؤية الحوثيين ما هي إلا انقلاب على قرار 22/16، رد قال على العكس أنا وجدت أنها متضمنة أو في سياق الثلاث المرجعيات، القرار الأممي وأيضا المبادرة الخليجية و أيضا يعني اتفاقيات إجراءات بناء الثقة. كيف يعني كيف تفسر هذه الرؤية لدى ولد الشيخ، وكيف هو يقرأ ما قدمته الميليشيا؟ ولد الشيخ هو مبعوث للأمم المتحدة وهو يؤدي دوره، أعتقد أنه الدور المطلوب منه أن يكون ميسرا لهذه التشاورات أو التشاور، لكن هناك من يقف وراء هذا العمل كله، هناك ضغوط من دول وتدخلات متعددة وهي التي تحسم الأمور، لكن هو يتحدث عن مرجعيات هم تحدثوا في إطار الرؤية وأعلنوا التزامهم بقرار مجلس الأمن حقيقة والمبادرة الخليجية، لكنهم أدخلوا شيئين، اتفاق السلم والشراكة الذي فرضوه بقوة السلاح حينما دخلوا صنعاء في
21 سبتمبر 2014، وأيضا موضوع الدستور. الدستور لا نعلم أي دستور يقصدون، هل الدستور الذي انقلبوا عليه واختطفوا الدكتور أحمد عوض بن مبارك والذي كان يحمل النسخة الأصلية لمقترح الدستور أم ماذا؟ المهم أنهم يسعون فقط إلى شيئين أساسيين، وهو السلطة التنفيذية والانتقال السياسي قفزا على بقية النقاط، وفي ذات الوقت إيقاف الطيران، لكنهم لن يستسلموا لموضوع إيقاف الحرب. ولد الشيخ هو جزء من منظومة متكاملة للأمم المتحدة، كانت هي الأساس، أساسا هي التي وفرت الغطاء لهذه الميليشيا للحال الذي أوصلت البلد إليه، فهي منذ البداية التي سمحت بهذه الميليشيا أن تخوض مؤتمر الحوار الوطني وهي تحمل السلاح وتخوض حروبا على الأرض فيما كان يتم التغطية عليها باتفاقات وبتدخلات ووساطات، حتى وصلنا إلى اتفاقية السلم المشترك الوطنية التي كانت برعاية المبعوث سابق جمال بن عمر، ولذلك هو يقوم بدور يراد له أن يكون كذلك هذا الدور من قبل دول ما والمجتمع الدولي. موقفه واضح من خلال قرار مجلس الأمن، من خلال بيان رئاسي لمجلس الأمن، لكن يبدو أن هناك شغل من تحت الطاولة هو ما يريد أن يفرضه المبعوث الأممي ولد الشيخ. نعم سأعود أستاذ رشاد يعني للحديث عن هذا الموضوع وهذه الضغوطات التي تتحدث عنها أو ما يمكن رفضه فرضه من تحت الطاولة، ولكن اسمح لي أن ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ محمد العمراني مسؤول لجنة التواصل في الفريق المساند للوفد الحكومي. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا بكم. نعم استاذ محمد، يعني مشاورة الكويت هي تدخل مرحلة جديدة متعلقة بالرؤى المقدمة اليوم لولد الشيخ، كيف تقرأ هذه اللحظة من المشاورات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة نستطيع ان نعنون مشاورات اليوم او ما حصل اليوم في اللقاءات والمشاورات بانه كان يوما انقلابيا بامتياز. فالميليشيات أو الانقلابيون انقلبوا تقريبا على كل شيء، انقلبوا على اتفاق بيل، انقلبوا على المرجعيات الأساسية وحددوا مرجعيات خارجة عن الاتفاقات المعلنة، انقلبوا أيضا على النقاط الخمس لقرار مجلس الأمن. فهم حددوا مثلا في المبادئ الأساسية لحوارهم أنه التوافق على مبدأ السلطة التنفيذية على اعتبار أنه مبدأ من مبادئ الحوار، وهذا أمر ليس متفقا عليه ولم يكن أحد قد حدده كمبدأ. أيضا في المرجعيات ذكروا مثلا اتفاق السلم والشراكة، وذكروا أيضا أشياء أخرى، ذكروا فقط قرار مجلس الأمن في 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 البند الخامس. نعم وذكروا كذلك المبادرة الخليجية وأيضا السلم والشراكة، صحيح؟ السلم والشراكة والدستور وأشياء أخرى، بينما المعلن والمتفق عليه والذي أعلنه ولد الشيخ عشرات المرات أنها ثلاث مرجعيات رئيسية. نعم. وأشار إليها اليوم ولد الشيخ في مؤتمره الصحفي أيضا. فالحقيقة يعني يبدو أننا نتعامل مع طرف أدمن حالة الانقلاب وأدمن حالة خرق الاتفاقات. لدينا حتى الآن منذ دماغ إلى اليوم ما يزيد عن 39 اتفاق، كلها لم يتم الإيفاء باتفاق واحد من هذه الاتفاقات. هناك قدرة كبيرة حقيقة على المراوغة وعلى الخداع. طيب أستاذ محمد، يعني إذن كيف يمكن أن نقرأ التناقض بين ما قدمه أو ما قدمته ميليشيا الحوثي وما نقرأه وما يعني وصل إليه جميع من يقرأ هذه المبادرة، وبين يعني موقف ولد الشيخ الذي يقول على العكس أنا وجدت أن هذا أن ما قدم هو يعني من خلال المرجعيات الثلاث في مؤتمر صحفي اليوم؟ في البداية لحظة دعيني أكمل نقطة. نعم. مهمة، وهي أنه الرؤية التي قدمها الوفد المفاوض من قبل الحكومة كانت متطابقة تماما مع المرجعيات، ومتطابقة تماما مع المبادئ المعلنة التي أعلنها ولد الشيخ، ومتطابقة تماما مع مخرجات بيل. هناك حقيقة من قبلهم محاولة للانقلاب على مجموعة قضايا، أهمها المرجعيات، أهمها الشرعية، هم يحاولون زحلقة الشرعية أو يحاولون التخلص من هذا المأزق، لأن الشرعية تجعلهم في موقف أنهم انقلابيون وهم يحاولون التخلص من هذا المأزق. بالنسبة لما يعلن ولد الشيخ هو يعلن الأشياء المشتركة أو الأشياء القابلة للتشارك،
هو يبحث عن أرضية مشتركة، وهو حقيقة أمامه جهد كبير جدا يجب أن يقوم به، ويجب أن تقوم به الدول الراعية للمبادرة الخليجية، ويجب أن تقوم بدول المجموعة 18 والمجتمع الدولي في مسألة إقناع الأطراف الانقلابية والضغط عليهم بالقبول بما تم الاتفاق عليه وعدم الانقلاب عليه، لأنه نعم هذا لكن نعم أستاذ محمد، يعني لكن في نهاية الأمر ما يهم الشارع اليمني هو ما يصرح به ولد الشيخ، وربما هو يعني أنت تقول أنه يبحث عن أرضية مشتركة لكل الطرفين، ولكن من خلال يعني ما تم قراءته ما مدى واقعية هذه الرؤى، خاصة يعني من اطلع عليها يجد أنها متباينة تماما. نعم هي متباينة تماما، أنا قلت اليوم في أحد القنوات بأنها عبارة عن هرم مقلوب، نحن نريد أن نبني من تحت إلى أعلى، وهم يريدون أن يتحركوا من الأعلى إلى الأدنى، وهذه الرؤى متعاكسة تماما متناقضة تماما لا تجتمع في كثير من نقاطها. أمام ولد الشيخ حقيقة مهمة صعبة، وأمام المجتمع الدولي مهمة قوية في إقناع الانقلابيين والضغط عليهم في بالاتجاه بالمضي بالمشاورات إلى اتفاق حقيقي وسلام وجاد، لأنه هذه الطريقة في المماطلة لم تعد مقبولة، خاصة وأنهم مستمرين، هم حقيقة لديهم استراتيجية واضحة يحاولون من خلالها شراء الوقت، يحاولون من خلالها التمدد على الأرض، يحاولون من خلالها شراء أكبر قدر ممكن من الوقت من أجل التمدد وإعادة التموضع. نعم لكن أستاذ محمد، يعني أنت تتحدث عن وجود يعني أو محاولة تقارب الرؤى من خلال ولد الشيخ، ولكن ما تم تقديمه يعني هو نصف تماما لما تم الاتفاق عليه مسبقا، وكما تفضلت يعني هم اعتادوا على الانقلاب على جميع الاتفاقات، يعني نحن الآن بين رؤيتين متباينتين، وبين حديث الولد الشيخ يقول على العكس، أنا أجد أنهما يعني لا يخرجان عن الثلاث المرجعيات. بالنسبة لولد الشيخ هو يبحث عن إنجاح للمهمة، وهو ولكن إنجاح بالكلام أستاذ محمد، يعني ما فائدة أن يظهر للإعلام ليقول أن ما حدث ولا في أرض الواقع لا يوجد هذا الشيء؟ لأنه لو قال الحقيقة فهذا يعني أنه ينسف المشاورات وأنه ينسف المسار التفاوضي من الأساس، وهو لا زال في مرحلة طور المشاورات. ما تم اليوم حقيقة هو عرض للرؤى، لم يتم نقاشات مطولة في الموضوع، عرض للرؤى، عرض الانقلابيون رؤيتهم في الصباح، وعرض الوفد الحكومي رؤيته في المساء، ولا زال أمام ولد الشيخ أن يجمع هذه الرؤى وأن يناقشها مع الفرق المختلفة من أجل بحث هذه المسائل. صحيح أنها متناقضة كليا، لكن لم يكن بوسع ولد الشيخ إلا أن يعلن هذه الأشياء. فهو بالنسبة لولد الشيخ يعتبر أن مجرد جلوس الأطراف على طاولة التفاوض في لحظة حرب هو يعتبر إنجاز بالنسبة لولد الشيخ وبالنسبة للأمم المتحدة. والحقيقة أننا أمام مهمة صعبة جميعا، أمام مهمة صعبة، مهمة إقناع الانقلابيين والضغط عليهم باتجاه تسيير المشاورات بالشكل الصحيح. إذا يعني ما فهم من كلامك أن ما يقوم به ولد الشيخ هي جهود دبلوماسية ربما لتأخير إعلان فشل هذه المشاورات. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد العمراني، مسؤول لجنة التواصل في الفريق المساند للوفد الحكومي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة إليك أستاذ رشاد، يعني استمعت لحديث الأستاذ محمد، يجد أن ولد الشيخ ويقوم بدور دبلوماسي يبحث عن أرضية مشتركة، هل تتوقع أن يصل ولد الشيخ بتفاؤله وبحديثه عن يعني بهذا الشكل أنه يعني يمشي في طريق السلام كما يتحدث، أنه سيستطيع أن يجد هذه الأرضية المشتركة؟ في ظل الوضع الحالي أنا أعتقد أنه لن يصل إلى شيء، لأن الطرف الآخر متعنت ومتعجرف بشكل غير طبيعي. هم يتحدثون عن أنه من المستحيلات تسليم السلاح، من المستحيل الانسحاب من المدن، من المستحيل تمكين السلطة. حليفهم علي عبد الله صالح اليوم وهو لديه وفد ضمن المتحاورين أو المتفاوضين يتحدث عن أنه لا شرعية لهذه، وأنه أيضا يبحث عن شرعية لرئيس الوزراء السابق خالد بحاح.
ولذلك ليس هناك أي أرضية مشتركة كما تحدث والد الشيخ. أنا لا أعتقد أنهم سيصلون إلى شيء، فقط هو كما تحدث المهندس محمد العمراني، فالمسألة هي شراء للوقت، وهي ضمن الاستراتيجية المتبعة من قبل ميليشيا الحوثي، وهي استراتيجية إيرانية معروفة، وهي المراوغة وكسب الوقت، وهذه تعودناها خلال الاتفاقيات التي تحدث عن بعضها، وصلت إلى 39 اتفاق ولم ينفذ أحد أي اتفاق منها. ولذلك أنا لا أعتقد أنهم سيصلون إلى شيء، سيكون هناك ربما إعلان عن تقدم جزئي أو تقدم بسيط في شيء ما، أو اتفاق على المرجعيات التي تم التوقيع عليها في بيل بسويسرا، لكن لن يكون هناك حل جذري إلا من خلال الميدان والحسم العسكري في الميدان. الناس سيتعرضون لقصف ولاعتداءات ولقتل واغتيالات واختطافات المختطفين. طيب يعني إذا أستاذ رشاد، لا تجد يعني أنت وصفت المبادرة التي الرؤية التي تقدموا بها بأنها يعني فيها الكثير من التعنت والعجفة، يعني ربما هم أيضا يجدون في رؤية الحكومة أنها مبالغ بها، وأنها يعني كمن يسلم رأسه للمثقلة، يعني كيف سيسلمون الأسلحة، كيف سيقومون بكل هذه الإجراءات التي تعني حرفيا الاستسلام، وهم ذهبوا للمشاورات غير مستسلمين وإنما ذهبوا بمنطق قوة. بالتأكيد أن هم وضع استثنائي أساسا، هم الذين انقلبوا على شرعية كانت قائمة، هم الذين اختطفوا مؤسسات الدولة، هم الذين احتلوا أراضي الدولة، هم الذين اعتدوا على الناس واختطفوهم وقتلوهم، ولا زالوا لحد الآن يخوضون حروب ويقومون بالتعبئة بطرق مذهبية وبطرق لهوية ومناطقية وبصورة لم تشهدها اليمن من قبل. ولذلك الوضع الطبيعي، الرؤية التي قدمها وفد الشرعية كانت واضحة وجلية، كانت تتحدث عن تسليم السلاح كيف يتم، عن اللجنة الأمنية التي سيتم تشكيلها، عن الجيش الذي شارك في الحرب، عن نعم. لكن أستاذ رشاد، يعني أنا قرأت الرؤية التي تقدمت بها الحكومة، يعني دعنا نتحدث بأكثر يعني شفافية. الوضع الآن مختلف، هم يمتلكون كثيرا من الأرض، يمتلكون الدولة يعني بعد انقلابهم عليها، هل يتوقع منهم أن يسلموا كل ذلك للحكومة ويقولوا لهم أنتم قوموا بعمل لجنة عسكرية وأنتم سنسلم الأسلحة لمن تريدون من القادة العسكري الذين يعينونهم في الألوية وأنتم تدبرون أمر الحكومة الجديدة؟ يعني لا تظن أنه شيء غير منطقي قد يقبلون به، خاصة وأننا نعلم أنهم مجازفون بكل شيء وألا رؤية سياسية حقيقية لديهم؟ هم الآن يتحدثون يعني عن يريدون أن يكونوا شركاء في سلطة قادمة، هل سيقبلون بكل ما طرحته رؤية الحكومة الشرعية؟ بالتأكيد أنا أؤكد أنهم لن يقبلوا بما طرحته الرؤية الوفد الممثل للسلطة الشرعية، رغم أنه الرؤية هذه أعدت بناء على المرجعيات المحددة، وهي الثلاث المرجعيات، وأيضا ضمن النقاط الخمسة التي حددها قرار مجلس الأمن وتم التوقيع عليها في سويسرا في ديسمبر الماضي. ولذلك هم لن يوافقوا، لكن هم كانوا حالة استثنائية، هم الذين قاموا بهذه الأعمال كلها، وهذا واضح وجلي، ولذلك يفترض أنهم يسلموا وأن يجنحوا للسلم وأن يوقفوا نزيف الدم اليمني ويعودوا إلى رشدهم. اليوم الوضع غير الوضع الذي كان حينما قاموا بالانقلاب، من جانب عسكري، من جانب سياسي، من جانب الكل ضدهم، لم تعترف بهم دولة خلال سنة وشهرين. اليوم الشرعية تسيطر على مساحة كبيرة وواسعة من اليمن، هم الشرعية على مقربة منهم وفي منطقة نهم، وقد سيطرت على مأرب والجوف، وفي تعز هناك مناطق تم السيطرة عليها وتحريرها من قبل المقاومة والجيش الشعبي، ولذلك من الصعب. ولكن هذه المناطق كلها التي تتحدث عنها أستاذ رشاد، هذه المناطق المعارك الآن توقفت من قبل الجيش والمقاومة الشعبية بسبب الهدنة التي هم يخترقونها باستمرار ويعتدون على المدن، ولذلك من الصعب أن نقارن ما كان. أنا أعتقد أن الحسم العسكري هو ما سيكون عليه الوضع مستقبلا. هؤلاء لن يسلموا ولن يستسلموا، هؤلاء يريدون أن يستمر نزيف الدم اليمني بهذا الشكل، ولا يبهون لذلك. يهمهم أنهم يسيطرون على السوق السوداء، أنهم يعملون بالأجندة التي يوجهون بها من قبل أطراف خارجية، ولذلك أمزجتهم أيضا الشخصية هي لها دور كبير جدا فيما يقومون به، ولذلك إذن اسمح لي نعم
نعود إليك أستاذ رشاد يعني الحديث عن هذه النقاط بصورة أكبر، ولكن بعد هذا الفاصل نذهب إليه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى معنا أستاذ رشاد. أستاذ رشاد، لو تحدثنا يعني عن الموقف الحوثيين، يعني ألا تجد أنهم ربما يشعرون بمنطق قوة وهم يتحدثون، حيث أن الحكومة لم تستغل بعد كل المناطق المحررة التي تحدثت عنها، هو ربما يعني ما يجده الشارع اليمني أنه حديث في الإعلام أن هناك 80% يسيطر عليها الحكومة، ولكن لا وجود حقيقي لها على الأرض. بالتأكيد كان هناك ثغرة لا زالت تعاني منها الحكومة اليمنية تتعلق بموضوع حضرموت، وهي تشكل أكثر من ثلث مساحة اليمن. اليوم حضرموت صارت في سيطرة السلطة الشرعية بشكل كامل، وغدا أو خلال هذه اليومين سيتحرك الرئيس الوزراء وبقية الوزراء إلى لإدارة الدولة من هناك من حضرموت. إدارة الدولة كما حدث في السابق زيارة كم يوم ويعودون، أم إدارة حقيقية هذه المرة؟ لا لا لا، هذه المرة إدارة حقيقية، لأن الأوضاع في عدن لم تسمح لهم بالبقاء في عدن. لكن كما سمعنا، أنا لا أتحدث باسم الحكومة ولا لست مدافعا عنها، لكن نعم، هذا ما يشير إليه الواقع، أن المساحة ثلث المساحة كانت حضرموت. الآن مأرب والجوف، والجوف تعتبر المحافظة الثانية بعد محافظة حضرموت من حيث المساحة، 39,000 كيلو وأكثر يعني. ولذلك الميليشيا وضعها ليس كما كان قبل عام، وضعها بعد ضرب ترسانتها العسكرية الضخمة كانت تمتلكها اليوم أصبحت ضعيفة جدا. الحصار القائم والمطبق عليها في البحار والمياه الإقليمية والدولية، والذي يمنع وصول السلاح إليها، وفي كل مرة يتم ضبط مجموعة من السفن التي تعمل السلاح، ولذلك هي في انحدار يومي ووضعها يضعف يوميا. لكن في المقابل وضع الشرعية والمقاومة الشعبية في وضع متقدم يوميا. هم توقفوا بسبب الهدنة وإقامة الحجة على هذه الميليشيا في ما يتعلق بنزيف دماء اليمنيين واستمرار هذه الحرب المهلكة. لا أحد يرضى بما يحدث الآن من حرب ومن قتل اليمنيين، لكن الناس مجبرين على أن يخوضوا هذه المعركة دفاعا عن نفسهم ودفاعا عن الشرعية ودفاعا عن الدولة التي تم اختطافها. ولذلك أنا أعتقد أن الميليشيا سيستسلمون في يوم من الأيام بعد أن يجدوا أنفسهم بلا سند وبلا سلاح. نعم، طيب يعني لو تحدثنا عن تعز أستاذ رشاد، يعني اليوم تحدث أكثر من مرة ولد الشيخ في مؤتمر الصحفي ذاكرا تعز أنها لن تنسى، وأنه يجب أن تعيش لحظة هدوء كما بقية المحافظات ويحق لها ذلك، وأن الأمم المتحدة تسعى للوصول إلى هذه النقطة. هل تعتقد أن رسالة ابنة تعز يوم الجمعة قد وصلت يعني إلى الأمم المتحدة عبر ولد الشيخ من خلال مظاهراتهم؟ للأسف الشديد مبعوث الأمم المتحدة متأخر كثير جدا، يعني يفترض أن الرسالة هذه وصلت قبل بيل في سويسرا. بيل في سويسرا كانت واحدة من الأساسيات التي تم مناقشتها هي قضية تعز. اليوم بعد 14 يأتي نفس النقاش، ولم تعد تعز مطروحة في جدول الأعمال، ولم تعد إلا ضمن المدن المحاصرة وفتح الممرات الآمنة إليها كواحدة من المدن المحاصرة وإيقاف الاعتداءات عليها. لكن أنا أعتقد أن الرسالة وصلت للرأي العام الدولي والعربي بشكل كبير جدا، لكن المبعوث الأممي لا زال يعني ما هي الإجراءات التي اتخذها عمليا؟ يعني نعم، عند هذه النقطة يعني هل ستترك يعني حديثه أو سيترك حديثه أثر إيجابي على تعز قد يلحظ يعني مستقبلا، أم أنه مجرد ذر على الرماد على العيون لكي يقول نحن انتبهنا لتعز ولكن يعني لن يتغير شيء على الواقع؟ أختي العزيزة، الانتهاكات التي تمت خلال الأيام الماضية منذ إعلان الهدنة 3000 و أو 2300 انتهاك وأكثر قليلاً،
950 منها في تعز وحدها، تعز أكثر من 26 شهيد خلال فترة الهدنة. الشهداء يوميا يتساقطون والجرحى يوميا تنزف دماءهم. المدينة تدك، يتم تفجير منازل المواطنين، أكثر من 11 منزل تم تفجيرهم خلال هذه اليومين. ولذلك من الصعب أن نتحدث عن أن مبعوث الأمم المتحدة تكلم بكلمتين عاطفيتين عن تعز أنه سيحل مشكلة تعز. تعز يتم الحشد إليها والتعزيزات مستمرة إليها، وهم فقط كانوا يقلقون بسبب طيران التحالف العربي الذي كان يحلق في سماء تعز، لكنهم اليوم يجدون فرصة في دك مدينة تعز بمدفعية الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا وبكل أنواع ومختلف أنواع الأسلحة، ويقومون بأعمال يعني إجرامية تجعل قضية تعز أنها جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة. أعود إليك أستاذ رشاد. ينضم معنا عبر الهاتف عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث من الرياض. مرحبا بك أستاذ عبد السلام. أهلا وسهلا بكم وبضيوفكم الكرام وكل المشاهدين. نعم أستاذ عبد السلام، يعني ربما تناقشنا معك قبل أو بداية المشاورات حول السيناريوهات التي تقدم بها مركز أبعاد، ربما سؤال الآن أين تجد تلك السيناريوهات خاصة بعد تقديم الرؤى اليوم؟ طبعا لا زالت العوائق هي كما هي، ونحن عندما حددنا السيناريوهات كنا وفق أولا معلومات حول توجهات الفريقين، وثانيا حول الرؤية والمصالح التي يتبعها الفريقين. من الواضح جدا أن الوضع في هذه المفاوضات والمشاورات لا زال مكانه يراوح، ولم يتقدم خطوة إلا بما يتعلق بالجانب الإداري والفني من سواء تقديم رؤى أو ما غير ذلك. لكن حقيقة الأمر لا زال الوضع كما هو، حيث أن القوى الانقلابية أرادت أن تعود ولا زالت مصرة على العودة إلى اتفاقية السلم والشراكة، فيما قوى الشرعية لا زالت مصرة عند وضعية تسليم السلاح والانسحاب من المدن قبل أي عملية سياسية. وهنا معنى ذلك أن المشاورات إنما تطول فترتها فقط أو مدتها، ولكن في الأخير ربما هي على وشك الانهيار. نعم، طيب يعني بعد قراءتك للرؤى التي قدمت أستاذ عبد السلام، يعني لو تحدثنا بمنطق كل فريق، هل تجد أنه يعني كان محقا حيال نفسه وحيال احتياطاته المستقبلية، أم أن هناك تعنت ومبالغة في الطرح؟ أنا لم أقرأ بالتفصيل ما قدمه الحوثيون، لكن بالنسبة للشرعية لدي اطلاع على ما تم تقديمه، وربما هناك نقطة واضحة جدا بالنسبة للقوى الانقلابية والحركة الحوثية وصالح، هي التي تتعلق بمسألة العودة للحكومة السابقة وإثبات السلم والشراكة أو عملية سياسية قبل تسليم السلاح. ما أرى أن القوى الشرعية هي لا تريد تكرار ما حدث من وضع قبيل حصول الانقلاب، وهو التهاون مع الحوثيين والاتفاق السلم والشراكة. حتى هذا اتفاق السلم والشراكة الذي تم تحت إطار السيطرة العسكرية الكاملة على صنعاء وتحت إطار الانقلاب، تم الانقلاب عليه أيضا من قبل الحوثيين، والآن يريدون العودة إليه، بالتالي الشرعية سقفها أوسع وأرفع. أنا لا أعتقد ما قدمته القوى الشرعية هو خيال أو بعيد الحلم، هو ليس أمامها إلا هذا فقط، وإلا هي تسلم رقبتها للقوى الانقلابية. يعني تجد أستاذ عبد السلام أن تشكيل حكومة قبل الانسحاب الميليشيا وتسليم الأسلحة شيء غير وارد أو غير ممكن؟ تشكيل حكومة قبل تسليم السلاح هذا خطأ استراتيجي سيعيد القوى الانقلابية للسيطرة العسكرية على الأرض، ولن يتحقق الاتفاق مهما كان، لأنه هناك ترتيب جديد سيكون على الأرض، وترتيب عسكري ربما سيتم السيطرة، وشرعنا للانقلاب تنتهي معه عاصفة الحزم وتنتهي معه كل شيء، وبالتالي يبقى اليمن لوحده في حالة فوضى. أنا أعتقد مسألة تسليم السلاح بدرجة أساسية والانسحاب من المدن، تطبيق القرارات الدولية قبل أي عملية سياسية، مهم ومجدي جدا من أجل أولا حسن نوايا هذه الحركة الانقلابية أنها تابت عن الانقلاب وعادت لوضعية القرارات الدولية،
وثانيا من اجل انها ان لا تكرر عمليه الانقلاب وان لا تتكرر ماساه سيطره الميليشيات على الدوله. ثالثا ايضا حمايه للامن القومي الداخلي والاقليمي، والا فان اعتقد المملكه العربيه السعوديه وحدودها ستكون الوجهه القادمه للحركه الحوثيه وحلفائها والداعمين لها. نعم، يعني استاذ عبد السلام، يعني في حال تعنت وفد الانقلاب برؤيتهم المطروحه، ربما يعني هناك من قرا رؤيه الحكومه بانها يعني قائمة على الرؤى، على يعني تنفيذ جوهر القرار الأممي وكذلك نقاطه الخمس، برأيك يعني إلى أين يمكن أن يقارب من وجهة النظر ولد الشيخ المبعوث الأممي؟ أولا أنا أقول هناك أخطاء ترتكبها الشرعية الآن في أمور متعددة. أولها أنها تحاور دون أوراق قوة تدعمها خلال هذه الفترة. يفترض أثناء الحوار وكلما يفشل الحوار أو كلما يتراجع الانقلابيون يكون هناك فرض أمر واقع على الأرض. هذا الأمر واضح جدا أن الحركة الحوثية تحاول الآن فرض أمر واقع عكس الشرعية، وبالتالي المستقبل أو أعتقد سيخضع الطرف للذي سيفرض أمر واقع على الأرض. ولكن ألا يشكل هذا خرق للهدنة؟ يعني خرق واضح؟ أن فرض السيطرة على الأرض؟ وما الذي يحصل الآن؟ أكثر من 2600 اختراق، ولكن ولد الشيخ يتحدث عن من 80 إلى 90% تهدئة، يعني ويتحدث عن أمور قليلة تحدث هنا أو هناك. طبعا تصريحات ولد الشيخ حريص جدا على نجاح أدائه ونجاح ما يقوم به، لكن حقيقة الأمر على الأرض أن الحركة الحوثية والقوى الانقلابية تخترق بشكل يومي بل بكل ساعة. طيب يعني أستاذ عبد السلام اسمح لي، يعني عند هذه النقطة ترفع تقارير شبه يومية إلى الأمم المتحدة بخروقات ميليشيا الحوثية التي ربما يعني لم يتحدث عنها صراحة اليوم ولد الشيخ أنها 80 إلى 90، ولم تسجل يعني أي خروقات ضد الحكومة أو حتى طيران تحالف، وتحدث أيضا عن 5 أيام لم تتحرك فيها طائرات التحالف. إذا يعني ربما هناك نقطة لصالح الحوثيين بأنهم يتقدمون للأرض دون حديث أي أحد لهم. طبعا أولا أنا أقول لك ما المفيد والمجدي أن تشكر الأمم المتحدة للقوات الشرعية والشرعية على صمتها وصبرها في حال إذا تم السيطرة وفرض أمر واقع جديد من قبل الحوثيين في بعض الجبهات. هذا معناه إسقاط القرار الدولي، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نعرف كل من يقود العملية السياسية التفاوضية في اليمن هو من أجل حماية الحركة الحوثية المسلحة فقط وليس من أجل السلام في اليمن. في حال حصل سيطرة وفرض أمر واقع جديد أنا أعتقد القرار الدولي سينتهي، وعند ذلك ستعلن القوى الدولية أن هناك تغير على الأرض ويجب أن تتغير القرارات الدولية. أنا باعتقادي في مجمل الأمر أن الأيام القادمة من يسيطر على الأرض أكثر هو الذي سيفرض أمره في الحالة التفاوضية السياسية. نعم، ربما توقف المقاومة والحكومة يعني عن أي خطوات على الأرض يعكس حسن نواياها باتجاهها نحو السلم. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ رشاد. أستاذ رشاد، إذا كانت القيمة أو الحديث عن من سيفرض سيطرة على الأرض، الحكومة متوقفة تماما عبر مقاومتها وعبر طيران أو يعني التحالف، إذا فعلا صدقت هذه النقطة أن من سيفرض قوته على الأرض هو الرابح، الحوثيون هم الوحيدون الذين يتحركون، كيف يمكن تجاوز ذلك؟ نعم هم يتحركون لكن لا يتقدمون، حتى الآن لم يحققوا أي تقدمات سواء في تعز أو في نهم أو في مأرب أو في الجوف أو في غيرها أو في حتى في بيحان. في هم يدمرون ويخربون ويقصفون. نعم، لكن باستثناء يعني رصيد ارتفاع رصيد الضحايا والدمار الذي يحدث.
نعم نعم ليس هناك أي تقدم بمعنى التقدم عسكريا، لم يحدث أي تقدم لا في تعز ولا في غيرها، ولذلك الجيش والمقاومة الشعبية هم يدافعون عن أنفسهم أيضا، وليس حقيقة أنهم لا يردون، هم يردون دفاعا عن النفس، وهذا مسألة طبيعية ومن حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم، لكنهم أيضا كشفوا وعروا والميليشيا أنها هي التي تهجم وهي التي تقاتل وهي التي تعتدي وهي التي تقتل وهي التي تقصف وتدمر، ولذلك هم هي مفضوحة يوميا، تصل كما تحدثت سابقا تصل تقارير متكاملة عن الخروقات. أيضا الطيران التحالف العربي هو متوقف، هو يقوم بمراقبة قوية يوميا، وهناك مراقبة دولية على الطيران نفسه، الأقمار الصناعية تلتقط كل الطائرات التي تتحرك ولديها معلومات وافية، وهذا ما أبلغ به المسؤول في الأمم المتحدة المسؤول لجنة التهدئة الاجتماع الذي كان قبل الأسبوع الماضي هنا في الكويت، وأن طيران التحالف لم يتحرك ولم يقصف ولم يضرب في أي مكان، ولذلك اليوم العالم كله يعرف أن من يقوم بكل هذه الأعمال هو ميليشيا الحوثي وصالح، ولا بد أن تتوقف هذه عن هذه الأعمال اليوم أو غدا، سواء عبر الحوار والتشاور و ما يدور الآن من مشاورات أو عبر الحسم العسكري، والذي هو أنا أعتقد أنه الخيار الأمثل والخيار الصحيح والحاسم والذي سيكون هو الحقيقي يعني. نعم طيب يعني أستاذ رشاد، هذه المسألة عدم يعني تجاوب ربما الأمم المتحدة لكل هذه التقارير التي ترفع بانتهاكات ميليشيا الحوثي، يعني هل يعني نتوقع أن هناك يعني أحاديث ولو جانبية حول هذه المسألة، ويعني لما لا نجد أي ردة فعل حقيقية لكل هذه التجاوزات والخروقات التي تحدث؟ للأسف الشديد الأمم المتحدة وحاولت أن تلتف حتى على القرار 22/16، يفترض أنها كانت تقوم بتنفيذ هذا القرار بمجرد صدوره، لكن حتى اليوم القرار هذا وضع اليمن تحت البند السابع، ويفترض أن يكون هناك تحرك واضح من قبل المجتمع الدولي لتنفيذ هذا القرار، لكن ما نلاحظه أن هناك إجماع على هذا القرار. وما أكد ذلك نعم. ما تفسيرك أستاذ رشاد لهذا التخاذل؟ هذا التخاذل هو يتعلق بأنه هناك أعتقد قوى خارجية وما تريد أن يبقى الصراع كذلك في هذا في إطار الصراع الإقليمي والدولي، وهذا واضح من خلال ما يجري. الأمم المتحدة هي تعرف أن الميليشيا هي التي كانت تنتهك الاتفاقيات والخروقات منذ كان جمال بن عمر يذهب إلى صعدة وكان يحاور في صنعاء، منذ أن كان جمال بن عمر يدخل إلى منزل رئيس الجمهورية وهو محاصر ومسجون في منزله بصنعاء، والوزراء ورئيس الحكومة كلهم في صنعاء ويزورهم جمال بن عمر، هم يعرفون أن هذه الميليشيا هي التي تقوم بهذه الأعمال. ولذلك أنا أعود لموضوع الذي ذكره الأخ عبد السلام محمد، وهو ما يتعلق بصعوبة أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية أو أي نوع من هذا من عمليات الانتقال السياسي التي يتحدثون عنها في ظل استمرار عدم تسليمهم للسلاح، عدم انسحابهم من المدن، سيطرتهم على مؤسسات الدولة وعلى أراضيها والمدن عموما. هل من المعقول أن يعودوا لنفس الذي كان حاصل قبل الانقلاب أو الذي كان حاصل بعد الانقلاب تحديدا، يعني قبل خروج الرئيس هادي من صنعاء إلى عدن؟ كان الجميع مسجون، الحكومة وأعضاء مجلس النواب وكل المؤسسات ورئيس مجلس القضاء والنائب العام، الجميع ظل، حتى حافظ البنك المركزي، كلهم كانوا تحت الإقامة القبرية أو ممنوعين من الحركة بطريقة أو بأخرى. هل من المعقول أن يتم عودة الحال إلى ما كان عليه ويعودوا إلى تحت بندقية مهدي المشاط أو صالح الصماد كما كانوا من قبل؟ هذا صعب جدا، ولذلك يفترض على الحكومة وعلى الوفد المفاوض أنهم قد أخذوا العبرة مما حدث سابقا وأن لا يعودوا لذلك مهما كانت الضغوط الدولية عليهم. الوفد الحكومي صبر وتحمل الكثير، حتى الآن تحمل تأخير المشاورات 4 أشهر وكان يفترض أن تكون في يناير، والآن تحمل 4 أشهر. لكن أستاذ رشاد نعم، يعني في نهاية الأمر هناك إثبات للجميع، لليمنيين وللمجتمع الدولي، أن هناك وفد يريد السلام فعلا لليمنيين ويريد خلاص
الخلاص من هذه المرحلة الكئيبة في حياتهم، ويريد بناء دولة حقيقية، وهناك وفد يريد تقاسم سلطة ويريد كيف يحافظ على نفسه وعلى سلاحه. شكرا جزيلا لك أستاذ رشاد الشرعبي الصحفي المرافق للوفد الحكومي، كنت معنا عبر سكايب من الكويت. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، ما زال لمن ينتظرون ويترقبون أي تقارب لهذه الرؤى للخروج من هذه الحرب السيئة التي ربما أثارها لا تكون إلا عليهم وحدهم. شكرا لمتابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني الجديد. كونوا برعاية الله وأمنه.